ومرحبا بكم مع برنامج لقاء ومع حلقة جديدة. الضيفان أو المطربان اللذان سيكون لنا معهما لقاء في الدقائق القادمة هما المطرب الكبير حمد حليس وابنه المطرب عوض حليس. أول أغنية غنيتها في حياتك شنو هي؟ حياتي؟ آه. يقول ابن جميل مساءك الخير جميع الملاح، يا فايق الغزلان ويا نعسان يا نجم الصباح، لاقلك ترك التهليل وخي إلاني وهاجرت الرياح، لما تخاف زمان البحر يلي دايما ننساه، زين زين يا بحر طاب ليلي معاك، وزمان البحر يلي دايما ننساه، زين زين يا بحر طاب ليلي معاك. إذا واحد يبي يتعلم الضرب على العود كيف ممكن تعلمه يعني؟ لازم يشتغل عود، لازم يكون عنده عود، عود يكون يتبع عليه ضرب زيني يتبعه. يعني الحين لو جيت لواحد يقول له تضرب كذي وكذي ما بيعرف، لازم يكون عنده، لا لازم يكون عنده عود، لازم يكون عود وانت تضرب مني ويتبعك في الصوت هذه. الحين لو انا قلت لك علمني كيف بتسوي؟ لازم تشتغل عود. شو من الاغاني اللي انت انشهرت فيها او اكثر معروفه بالنسبه لك؟ ابو عوض يقول، ابو عوض رعيت الحيول، هاي غناها ولا ما غناها؟ زين سمعها المشاهدين هذه. ابو عوض يقول يليك شربت العبول رعيت الحيول شرعت لكن ابتليت من خاينات العهد سلام يا حمام يا عود يا ما وردي والله ما دريت اني فعشقك شرعت لكن ابتليت من خاينات العهد سلام يا حمام يا عود يا ما وردي. يسعنا الا ان نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.